السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا، نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد، قناة اللي غادي نتكلموا على بوداوي وين يكشف سر ويجبر الفرنسيين على جلب مترجم. يجبر الفرنسيين على جلب مترجم بعد ما شنا كمال مهوي نهار اللي بغى يضحك عليه. شنا كمال مهوي النهار اللي بغى يضحك عليه الضربه تاع من هدر مع يعرفه مليح، يعرفه في بارادو، يعرفه بلي ما يهدرش اللغه الفرنسيه. بوداوي ما يهدرش اللغه تاع اجداد هاد الشرمله والاقليه، الحمد لله ما جاوش بزاف الشرمله والاقليه. واليوم واضطرت إدارة نادي نيس الفرنسي إلى جلب مترجم لدى تقديم لعبها جديد الدولي الجزائري هشام بوداوي إلى وسائل الإعلام بعد وين يامس الخميس، وإن جاء ذلك بسبب تحدث متوسط ميدان هشام بوداوي باللغة العربية أثناء الرد على أسئلة رجال الإعلام في فرنسا، كما تبرز الصورة وين حيث يظهر وين شنا كيفاش المترجم وين أصب وين حتى جابوا مترجم ولا يترجم في الصحافة. وكان ابن ولاية بشار البالغ من العمر 19 سنة قد أبدى مؤخرا فخره للتحدث بالعربية، وأكد عدم شعوره بمركب نقص وهو يلعب في صفوف المنتخب الوطني الجزائري رفقة زملائه له المغتربين يستعملون اللغة الفرنسية أكثر من العربية. صح، لا يحضروا متربيين فيها. صح، نعقلوا حنايا كيفاش هنا بغاو يديروا استهزاء هذاك كمال مهوي اللي راهم طردينه من النهار. الحمد لله ربي قلتها لكم النهار الاول باللي غادي يطردوه، مازال ما بانشي. وزاد جماعه في الصطاد اللي كانوا في الصطاد منهم كاين صحفيين ويخدموا في الاذاعه الوطنيه صحافه، وين قالوا لي شناه ما خدمش نهار البارتيه تاع ما خدمش، غير واقف برك، غير واقف هاك الشكاره واقف برك، ما جراش مشي لي ميرو ما دار والو، مشي خدام جا لسطات في ماك خاطر عليه زاتشي صاحب زاتشي هذا مكان. ويكون بوداوي قد احرج ابناء فرنسا اكثر من الفرنسيين لانه تجرأ على التحدث بلسانه باللغه العربيه في بلد غريب لا يحب اللغه العربيه. شو كيفاش الناس لي شنو منايا يديروا ندوة صحافية ولا يديروا كاش يهدروا فرونسي، تحسب بلي هو إطار تاع الدولة الجزائرية تسيبو يهدر لك فرونسي، كيفاش ما أرواح نتا وساهموا بلي كي تهدر فرونسي، أرواح نتا وساهموا كيفاش راك تهدر فرونسي. ندوة يا هو الجزائري يقول لك كاتب لك ندوة صحافية كاتبها لك باللغة العربية، بصح كي تدخل تشوف كيما هكا ما تسمعش العربية، ما تسمعش العربية. مش راني نهدر ندوة صحفية اللي داروها الصحافة مع بالماضي ولا لا، بالماضي فانيك عاش غاديك وزاد غاد وكلش، مع ماشي قضية تاع بالماضي ولا قضية تاع لاطروا، تاع لاطروا يقولك بونجور الناس هي تهدر مع كلابهم بالفرنسي، يقولوا اسي دوبو فيان مع كلابهم، والله مع كلبه لا يهدر فرنسي. ايا الناس دايرين الدبلوم لان تعراض، الحمد لله يا ربي راه بوداوي عطاكو فانيك سبعه طال هذه الصحافه هنا سبعه كبيره تاع سبعه ذا كمال مهوي عرفت شو ها عارف فيه 4 شهور ولا قاعد تبغي تضحك عليه انت تعرفه، تعرفه باللي ما يهدرش فرنسي سبحان الله، تعرفه سبحان الله.
ما نهضر ما نعرفش فرونسي ما نعرف شاك تقول لي بصح ما نعرفش نرد عليك ما نعرفش نرد عليك ما نعرفش شاك تقول لي بصح ما نعرفش شاك ما نعرفش ما نعرفش شاك تقول لي ما نعرفش نرد عليك خطرات علي سؤال اون فرونسي بس راه واصل باك بليس بليس دوبلي الباك تاع بن غبريط الباك تاع بن غبريط هذا هو الباك تاع بن غبريط وين نزيدو نتكلمو وفي الاخير اختار هشام بوداوي القميص رقم 28 للفريق نيس بعدما ارتدى القميص رقم 14 للمنتخب الوطني و34 لنادي بارادو وأوضح بوداوي أنه سيحمل رقم 28 وين يمشي على خطى زميله السابق في نادي بارادو وهما المدافع صابري والمهاجم فريد الملالي حيث انتقل الأول إلى نصر حسين دايب وصار الأخير يمثل ألوان أنجي الفرنسي وكلما يرتديان الموسم الجديد قميص رقم 28 يعني اليوم نقولوا بلي بوداوي ابن بشار راه ناجح خاطش على بالك على نقول لكم بلي غادي ينجح على هذا اللاعب عنده 19 عام راه صغير غادي ينجح على بالكم ذاك البوست اللي يلعبه بوداوي فيرا عباك هو كان يعرف هذاك البوست هو يلعبه هو اللي غادي يخدمه وغادي يزقيه غادي يقصص له شجره من طاق خاصك هو اللي غادي يخدمه خاطش لونترينير تاعو كان يلعب في ذاك البوست يعرف ذاك البوست احسن معرفه حقلوا عليها اش راني نقول لكم راني نقول لكم باللي غادي ينجح خاطش عليه لازم واحد يكون يتبع لكن المدرب تاع نيس شكن يلعب يلعب ميم بوست تاع بوداوي غادي يعطيه كاع الخبره اللي اكتسبها في الميدان غادي يحطها عنده ها ولدي ها كيفاش ها كيفاش باش يكون على بالكم برك باش يكون على بالكم هذه هي هذا هو النجاح مدرب غادي هو اللي غادي يصنعه غادي يخدمه غادي يكوفريه طاك 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 يخدمه خاطر عنده 19 عام قادر يخسروا معاه عام قادر يخسروا معاه عامين بصح نهار اللي لاش تقولوا الباتري ريفيزيون جديده ويديروا له باتري ويديروا له يقولوا له قلع فما كنشوفوا بوداوي راه غادي يخسروا معاه عام ولا عامين خسروا مع دو سيزون ما يحوسوش عليه ريفيزيون كل يوم الى سقلو بولون الى سقلو بيستون الى سقلو بولون من اي بشويه بصح نهار اللي يدير له يقولوا دي كونتاكت ما غادي يقلع ما كيقلع وفرنسا الانديه تاع فرنسا ما تعشقش في الجواره بان لها شويه مكتوب بيع تقارعش ما غاديش تقارع على ديك حنا نقول لكم بلي زاتشي رد المنتخب الوطني الجزائري حنايا بوداوي الله يجعل ينجح الله يجعل الناس تنجح بصح انا نقول شفت واحد ديكلاراسيون تاع كيسموه تاع برناوي هو على بالو برناوي قال لهم لازم ديروا كيما بارادو ما تجيبش جواره وتبيع جواره بصح بارادو كي تجيب جواره كي تجيب مواهب كي تلقط مواهب روحوا سقسوا سعدان كيفاش تلقط مواهب مبلع كاع عليهم غير هو برك يبيع مبلع كاع عليهم غير هو برك يبيع لازم العقل باش نقولها لكم لازم واحد كي يدير تحت التصريحات ما ناش جبناء رانا نشوفو ما ناش جبناء روحو شوفو كيفاش بارادو يتخدم روحو سقسو سعدان 40 جوار اللي جابها حطها في الاكاديمي عام كامل وما يلقلو حطها في الاكاديمي وين حطها وشكون اللي داها هذوك الجوار شكون اللي داهم وسقسوا على الجوار تاع قسنطينه 5 تاع الجوار اللي جابهم السنه حطهم في بارادو العام اللي فات 27 جوار حطها السنه ثاني في بارادو هو بس يبغي يبيع ما يشريش يبيع برك اوكي
لازم محاسبة، لازم مراقبة، لازم لي بريزيدون هادو اللي يخدموا معاه كاع عصابة ما على بالهمش كلشي، هي كلش من هادو لي بريزيدون، كلش منهم. هذيك هي حنايا في الاخر نتمنوا البوداوي، نتمنوا اي واحد يروح يخرج ينجح ان شاء الله، ماشي يقعد يهضر لي بالاحتراف، ينجح، لازم ينجح. هذه هي تحية الجزائر.